ما زلنا في خطوة الدياجنوزس، تمام، في الفيكسد بروسودونتكس. هنتكلم عن الاستادي كوست. عاوزين نعرف أهمية الاستادي كوست وليه بنعمله. الاستادي كوست أول حاجة من خلاله بنقدر نعمل حاجة اسمها كوست أناليسيس. أولا إزاي بنحصل على الاستادي كوست؟ بكل بساطة بناخد امبريشن للأبر واللور جو، تمام، عن طريق امبريشن ماتيريال زي ايه الألجينين، تمام، ونبعت الامبريشن ماتيريال ده للمعمل وهو بيصبه وبيطلع لنا كاست. الكاست ده اسمه ستادي كاست. حلو، من خلاله ممكن اقدر اعمل كاست اناليسيس. حلو، زي اعرف التول سايز، الشيب، السبيس، يعني اقيس السبيس مثلا لو في دايستما، حلو، او في لو في سنه مخلوعه اقيس السبيس ده، لان احيانا بيكون حاصل دريفت. حلو، هل السبيس الباقي ده هقدر احط فيه بونتك ولا لا، تمام، وكمان بقدر اتعرف منه على الارش شيب، يعني شكل الارش ايه، سكوير ولا بي شيب. طب ده يفيدنا في ايه؟ يعني نفترض مثلا لو المريض ده خالق الفور انتيريور ابر يعني اللاترال والتو سنترال، يعني التو لاترال والتو سنترال، تمام، واحنا عاوزين نعمل بريدج. حلو، طيب ممكن نعمله من القناعين للقناعين، بس دي شرط لازم يكون ايه الارش نفسه يكون ايه سكوير، لو في شيب ما ينفعش نعمله، تمام. ده طبعا هنتكلم اكتر عنه ايه في الديزاين، بس ده كان مثال بسيط. طيب ممكن تقدر تقول لي ايه، طيب ما احنا ممكن نعرف الكلام ده اصلا كله من ايه، من المريض، يعني انت ممكن تاخد فوتو وكلوزر وتعرف منها، ممكن تقيس برضو بق المريض. حلو، حلو، كلامك صح. بس كمان الاستادي كاست في حاجة كمان بنستفيد منها، بنقدر نعمل عليه واكس اب. طيب فايدة الواكس اب ايه؟ عشان نقدر نعمل من خلاله موك اب للبيشنت. حلو، هنعرف دلوقتي الواكس اب، حلو، والموك اب دلوقتي. وكمان الاستادي كاست بيساعدنا عشان نعرف الديوريليشن، وكمان مهم جدا من خلال كاست تقدر تشوف اللينج والايه اوكلوجن، واخيرا تقدر تتواصل مع المريض من خلاله بيشنت كوميونيكيشن، اللي انت ممكن تشرح له هتعمل ايه في اسنانه. يعني الكاست ده كأن بق المريض بره، تشرح له ده وضعية اسنانك، تمام، المفروض هنعمل كذا كذا كذا. حلو، يعني ادي مثلا ده كاست ستادي كاست. حلو، بعتناه للمعمل. حلو، قلنا له اعمل واكس اب، ادي جنب بالواكس اب عليه. حلو، بعد كده عملنا احنا موك اب. حلو، هنعرفه بالتفصيل ازاي عملناه. ادي صورة تانية دايستما. حلو، المعمل عمل الواكس اب بتاعه، وكمان بيساعدنا كمان الستادي كوست عشان نعمل من خلاله جايدد بريباريشن. ازاي؟ يعني ادي كيس، الكيس دي احنا خدنا لها برايمر امبريشن وعملنا ستادي كوست، بعد كده المعمل عمل عليها واكس اب، بعد كده المعمل مش المعمل بقى الدكتور عمل الموك اب بتاعه. حلو، وبقى ده شكل المريض. حلو، من خلال الشكل الموك اب ده الدكتور ممكن يعمل بريباريشن، تمام، تمام. طيب ده يساعده في ايه؟ يساعده عندك مثلا اللاترال اوبر ليفت هي صغيره، في الغالب مثلا احنا مش هنعمل فيها بريباريشن. حلو، كل الامبريشن ماتيريال التمبري ماتيريال موجوده في بق المريض اللي هي الموك اب دي، تمام، لما الدكتور يستخدم الدبس كات بتقطع في ايه، في التمبري ماتيريال نفسها في حاله اللاترال. حلو، اما مثلا في السنترال لا، لان مثلا التمبر ماتيريال صغيره، المعمل هنا ما كانش حاطط واكس كتير لان احنا هنبرد منها، يعني احنا كده هنبرد من السنترال، اما اللاترال اصلا داخله لجوه وصغيره في الغالب مش هنبرد منها، تمام، عشان كده المعمل هتلاقيه كتر الواكس ده. حلو، ولما كتر الواكس لما عملنا الموك اب يبقى اللي هيحل محل الواكس ايه، المادة بتاعتنا اللي هي التمبر ايه ماتيريال. حلو، فبالتالي لما الدكتور يستخدم الدبس كات زي ما هو موجود في الصورة كده، لا
لما يجي يقطع مثلا في حاجة اللاترال دي هيقطع في ايه؟ في التمبري ماتيريال بس. تمام تمام علشان كده اسمها guided preparation، يعني الموك اب بيقودك اللي انت علشان ايه تعمل preparation مظبوط.